البريد والمواصلات السلكية لفخر واعتزاز بالجهود بل وانتصارا على هذا اليسير في تكريم الفريق المجهود العمومية للبريد مع قمنا بإطلاق خدمات جديدة لفائدة المؤسسات العمومية، منها الخدمة اللي قمنا بها مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهي خدمة تتمثل في الدفع الإلكتروني لزكاة المال عبر الهاتف النقال. يعني حنقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة اللي راح يكون موجود، يعني لو كيو ار كود راح يكون، حتقوم وزارة الشؤون الدينية بوضعه على مستوى المساجد، على جميع المساجد، والزبون اللي يحمل هاتف نقال ذكي ويحمل التطبيق باريدي موب بإمكانه أنه يقوم بتقديم الزكاة بصفة إلكترونية، وهذه خطوة أولى وحنديروا خطوات حتى يقدر يمد الزكاة حتى من بيته عن طريق تحويل الأموال بصفة إلكترونية. الخدمة الثانية اللي قمنا بها هي خدمة إطلاقها هي خدمة مع ديوان الترقية وتسيير العقاري وبي جي اي لدفع مستحقات الإيجار لمستفيدي السكنات او بي جي اي، وبدينا بولاية قسنطينة.